مرحبا بكم حيسام مطابلتنا كيف لكم ازك معلومات نايوم على الاخبار اللي نقدم لكم تو كسلف العباي رسوم حاكم عقلي مع انسابات دارت حقات بصبت عمار هدقام مركز عافية اما تركد ما تتحمدت قدام صعد انبا تاكد حيقة تلوم هند من روسيا حقة ميسايل قلت الزابيتوم حكومة لبنان بسبب لاجئين سوريا سدايت تقلب رئيسة قبلة كوريا لعالت بجريمة اتباداي تتشكيم من الأخبار دي بتفاصيلهم حكم أقليم عنصبة سيد عال محمود دي بيوم 3 مارس مثل سكان إدارة دوائح شباق عد أري وعد عمر مديرة حقاد دي بفعالية برامجات عمار هدقام بمعاونة الشعب وحكومة للسرقة لها برامجات دي بعد فحط منابرة مواطنين فقري تتركب منكم سل الليت نحبر سيد علي التلا سنة قل السرقة ليتون لها برامجات عمار قل تعود دورهم قل لعبو وجنيتهم دي بتعليم قل أشارك وأدفع قدم أدق أبط ولا تتكيوا قد ومهم ولا تحرست أي سبتهم سكان دي بحفزة ماي وتربت بعمد دي بحفزة عجي وتابعات قدم سعادة أمباهي فنتيت ما تحسر قل شكوكم سلبو محبرام مديرة مديرية حق هذا السيدة أمنة حاج عثمان بجهتان بركة التايد بحفظة مية وتربس سبت التنكب بعصفات قل تقدم عند تفانيت قل راكبوت كراب عشي قل تقدم تلاكيت اللي كنا دي بنتوم سكان نايلة باكات من حق هذا عند تبقست قل أشران عد أري شباق كرمد عد عمر ودوارات بعد كدمت لتيب التوبوس من قلت قلوم ما حقزهم كمسالك الله شارحوهم ات مدينة بعتل هلا مركز رعاية أمات وأجنيت أماتر للهيبو هلا كدامات بعمد دي برعاية قدم وقرا وليد هي فنديت للتحمد كم سلطو متنافع تحبريم دي با مؤسسة بالت هيبن محاضرات أهمية دي وكد أمزنا لتقب متابعة سبت فهمية عافية وعافية تعلقا غل أدمنا دي بمؤسسات عافية كم سلات كبابلة ولتفرج شرحهم مسؤول مركز السيد سمر بره دي بهاب حبريم قدامات قدم وقرا وليد ساريوت اجنيت فديت فحص حمام تيبي اتفاز عط عافيه متابعات منت تكم سلومه توزع دواء منامسيات كم سلت هاي بند حبرام دي بسنه من سما نبت سكس متسعمت وحمسه مات كم سلت فرجه فديت هي ساعه وسس متايت بعد حد كم سلت افهمام التحل فيها 3 دي بوكد وليد لتصادف موت ام لقبا وجناكم البون دحبرا سيد سمري امات عافية وعافية على وكان نقل ادمنا دي بوكد عم سنة من الوحد 4 دي مؤسسات عافية تقلت كباب لك مثل واجبات فاقدة السنة كل الف كدمت الامبتا مركز رعاية امات وجنيت اماتري سما قدرت أرحم ولادة نرس نرسات ولادة سيدة نرس تكنيشانات لاباراتوري سيدلي وبعل مقدرة عافية شعب التم مركز عافية أمات وأجنية أماتري أقل إدارة دوائح مديرية بازين ومن قل مديرية أقليم قبلة بحر أياح وقبلة بحر أياح أقل لما مواطنين خدمة لهيب دي بمديرية بارنتو دار الدوائح أنا أقول لي بأساس أواج تعديل أراضي بسبت لسرقل بو أقبوي توضيح تهيبام مدير مديرية بارنتو السيد أوريليو جاكامينو هدف له برنامج حق وشرحة دي بام تسواقت قروب لسرقل برنامج كمسلالة عند حبرام سكان مسلات حرية لجنة لتعاونات فاقدام مسؤول وحدات عمار اقتصاد نايلة مديرية السيد هينوك تقايب جاتوم هدف لها ديب كل دوارات قبل هلا تعديل أراد حرس من مسؤولية برا لاتو متنفع قل هونوت وتيق اللعبة كمسلتون تحبرم قل سرقلو سكان دوروم قل قدو متلاكام هتون داتلام حقلا قبل تعديل أرادي امبال أسباب بقع من كل سنة والعال من أفريات لباترة أرد حرس قل قبل كمسلتو أفهمام دي بمديرية أفعابة محبر حرستوت وادلابكا أولاي متمرو دي بيوم 3 مارس دي بقاد محلي بسر قلم محبر وراتاتو قلة داكب دي بمت بدل تجارب شاك 5 أنحاء دي بشقية عقمت وجريفات التكم سلومة موتور ماي ودد بالعين سدايت كم سليئي تفنتي منو دي بمناسبة شارحام
مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب دي بسمع كلمة أنفار محبر التيوم لعبو بتوك على تقلق دمو أن تدفع قدام إدارة المديرية وبعدام جهات حكومة لا تتحز السادات كم سلت والدوغلم أكدام الدم قوبا مشتركة 5 نفر لبا لجنة مماك حيت حروم دي بدالة دواح شباق مديريت حقات لهلا قدام سعد أنبا دي بسويزرا لهلو حسورام إريترين با ودوا مشاركة بسعة 1000 يورو تاعك تحاي دالية تقولون لتاعك تحاي دي بقدام دي با قدام قل لهلو دي برأسلات هي با برهت لتأريكي ونسيحة أهمية لبو قدام بيس حات قل أصحاب دي با بجهد دور قل أقدك مسلك أدر لألات لنا أسألة أمتا السيد تكلي هاي لشارحام قدام سعد أنبا من مدينة حقا ديب انكر قبلة مبقال صحي 3.5 كيلومتر رايم توم حيسام مطابلتنا لولا قدمنا لكم أخبار كبت عدت العالم أزي ديب أخبار خارج نعديكم مقدرات عسكرية التعابات تقدم لها اللي تهند من روسيا اس 400 لجنس حق ميسايل تور قلت الزابق مسلتو دي بيوم 5 ابريل حبرت العاد من امريكا قلت الزابي برنامج من مال على قلم ابن عيوتو ناي روسيا لحسان دقبا كمسال صنحان حبرت تلاسا من ناي دونغوبا اتفاقية قلت يدي كمسال قدر حبرت هليت السس بليون دولار لعولو اسلحات مقدرة دفاع هند دي بعبية دور سنك مسال هلقلو وزارة دفاع لعاد شارحات هليت نفر حلفنيه لا تترك الاسلحه وور اقل تملك مثل روسيا دي بوفاك مثل بعض حتى تقارير لا فهم امريكا زبله اسلحه تتقاوم من مطعن حتى روسيا لكن ما قدرت تدفع عن اقل عابيه اقل لحظيه دول كمسل تزبتن تتقارم الا بهند نسيت له ليت مصدر زب حق ميسايل قواريها ومتقاوما الى اتا باكستان حل ما سلم مصدر قلت انسى للاتنايت كم سلتو سام قدرت ديب لحبره لما انتقد ديب جرا ترب اصلحات قل ايت تشمم فرحت ليت بلوم حكومة لبنان سيورين لاجئين قل تزدي واقتصادا قل حاسوس زياد 10 بليون دولار الدنيا سدايت طلبت كليت الحكومة اللي طلب الليلة قدمت تمويل عد نايل عد بخصص يوم 6 ابريل دي مدينة باريس فرنسا التقب الدنيا وعلى توم رئيس وزراء لبنان سعد الحريري دي بهب شرح دي بعدو زياد اورت مليون لاجئين سوريا كم سلالو نحبرا مشاكل اجتماعية قلقلولو سدايت شافقت كم سلطات حزف همام بسبب لدي بسوريا هلا مشاكل اقتصاد لعاد كم سلحم كاريس ودراء الحريري شرحم تلو على من حد حمسة دول والدنيا تنازيم لما سوى كايل كم سل شاركو وفرنسا بشكل سلفت زياد 670 مليون دولار كم سل تهيبة أمارات التو على لشاركو بنك علم الدنيا صندوق مال احد لشاب سدايا تقليدو مسئيت اللام رئيسة قبلة كوريا على بارك غوين هاي وديتو بالت بهال جرائم أتباداي 14 سنة قلت السجن كم فردت عمتة أخبار قرار لعليت بيت فرد لعاد عند زكريا شرحيا بيت فرد يوم 6 أبريل التوديتو جلسة لقرار كم حلفت لتهدق هلا بل اللي لرئيسة لعلت من الوحد 17 مليون دولار كرامة حكمة التكم تلالي تأمرا السنة كل 1013 دي بسلطة لمسات بارك غوين هاي قل مصنيتا أبا وديتاك الرديت وبعد جرائمات باداي عند تشكيت دي بسنة كل 1017 من سلطتاك مسلط كريت تقارير الحبر حكومة كينيا أبادي بصرت مسألها لا حرش قلت تحفظ من يوم 5 أبريل عند أنبتت دي فيرارو فرغوت وعلقوت علامات كمسل بقصت هيئة لعاد شرحو حكومة كينيا إلا فيرارو كمسل أنبتت شرح لليت دي بعد لتنحى دي بعلم نايدون قوبا كمسل طول لتهدك حرش سعدا دي بقبلتاي سر مكباب قدم ساموتات كمسل موتا وكل أنسات نايلة جنسلية أطرفات كمسل هلا دي بالشرح دي بالشرح لها لتوكدتون بحسين حفظت دوار دي بقرب سريت لهلا حيوانات كدن من أدعك الوراتا دي ودوم لسرت جنس حارش إقل أنقفوت جهد ودوكم سلالة ولتحدق كينيا
ات سنة 1907 عسر ألف حالش كم سحال على على ومن تديب 1909 لعل تديب 400 كم سلها جوجا تقارير لحبر تل سنواتات قرب بقبات متابعات على بحارس سليم ديب 605 وكل من مهلا فرهت من قانون برا لا تاني على كين عباي كم سلة ليت شرحهم لبقصة ليت فيرارو فرقوت وعلقوت علامات ديب 1.38 متر مربع مدة ليت حزعات وطن منو سرقل كم سلة ليت أمرام بأساس لا تقرير من قانون برا لاتوم متنعيت قل حتى كيلو حريش تعدى بزيادة 5000 دولار كم سلة زبوة اللي هي ديب سريتو دولار عبو كم سلة بولتهدق حيث متقبلتنا لقليوم دليل على أخبار ديب قلت مما هلينا أزي قرأ اللي برنامج قلب دحان هلقلنا كدحان ميو